صباح شربل، ملجا كل موجوع، حاضن كل مقهور، والعارف بكل خوف وقلق عم يجول بالأفكار والنفوس. لسنة تانية على التوالي الام تي في بتحتفل معكم بذكرى شفاء السيد نهاد الشامي من دير مرمرون بعناية، مناسبة نتشارك نحن وياكم أخبار شربل اللي وصلت من عناية إلى أقاصي الأرض، وعجيبه يلي تخطت حدود المطرح أو الدين أو حتى الإيمان. أخبار عن ناس التقوا رجال لابس ثوب أسود بالصحراء لما كانوا بأشد الحاجة لمنقذ، وآخرين جذبهم شربل لديانة ما كانوا بيعرفوا عنها شي، وغيرهم رجعهم شربل لإيمانهم يلي كانوا هن حاطينه على الرف. شربل اليوم طبيب جراح لما الجسد مريض، مرشد روحي لما الفكر تعبان، وأوقات ميكانيسيان لما السيارة بتكون مقطوعة بوسط الصحراء. وقديه هالقديس هو جذاب كمان لما الإيمان بخف وهجه وبصير باهت. صباح شربل من دير مرمرون بعناية ب 22 كانون الثاني، تاريخ أعجوبة عم نرجع نتذكرها نحن وياكم مع السيد نهاد الشامي يلي وحتى من بعد 23 سنة بعده جرحه عم يتوهج لليوم، وقلبه عم يتوهج لليوم، وقلب اللي حوله وكل الناس اللي بيشاركوها كل 22 الشهر مسيرة لهون على دير مرمرون بعناية كمان قلبهم عم يتوهج كل يوم. بس اليوم نحن كمان رح نرجع نستعرض نحن وياكم تواريخ أخرى، تواريخ عديدة قلبت حياة كتار من الناس، وكل عجيبة بتحكي قصة أمل ورجا وإيمان ما له حدود. أي كلام ممكن يوصف قديه منحبك؟ بأي قلب بدنا نلاقيك اليوم؟ أنت الحاضر بحياتنا، بأسامينا، بتوب رهبانتنا، قدام جسمك الحي بعد الموت بكنيسة دير مرمرون أو بمحبسة مربطرس وبولس على طريق عناية، قلوب ما بتهدى صلاة. يا شربل، يا قديسنا، يا ابن هالأرض العنيدة اللي ما تعبت تشهد لحضارة الحب وتكون المنارة اللي بتهدي لمين الخلاص. من قلب هالشرق مطرح ما يسوع بارك شفى صلى انصلب خلع أبواب الجحيم وقام من بين الأموات، ووصانا نحمل الحب لكل قلب. نحمل اليوم من دير مرمرون عناية رسالة حب لكل إنسان، رسالة بتقول إنه الحب بيغلب الحقد، إنه الحب بيشفي، إنه الحب بيعمل عجايب وقديسين، وإنه اللي ارتفع على الصليب حب للآخر وعلم شربل القديس يحب، ونحن بدنا نحب قد ما حب شربل. بيتي الراكعي على كتفي بقاع كفرة، باسم سراج الزيد أضاء إيمانا في عصر الكفرة، باسم السنديانة التي تنسلها المؤمنون عودا عودا نصلي، فتضرع لأجلنا يا شربل إننا تائبون. قداسك الحق لي مذبحك البيت بحنية السبليم ركعت وصليت. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا. المحبس وشو تدوي
قلبك بيوح وانخطافك يروي اشعار السكوت المحبس وشو تدوي بقلبك بيوت وانخطافك يروي اشعار السكوت شو يغمر كتابك مخدة الحطب وتبوس ركابك طبق القصب أبونا الريس ريس دير مرمرون عنايا شرب البيروتي موجود معنا أكيد اليوم ونهار اليوم بيكون كتير مميز بدير مرمرون بعنايا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. اليوم أكيد نهار بيكون حافل، وكل 22 من الشهر عم يكون نهار حافل، بس اليوم بذكرى السنة كمان لأعجوبة السيدة نهاد الشامي، أكيد الناس بلشوا يتوافدوا برا هلأ ورح نشوفهم بعد شوي على الكاميرا. كيف بتحضروا حالكم لهالنهار؟ معمر شرب نحن دائما محضرين حالنا لانه دائما في مفاجآت، كل يوم في ناس وكل يوم في عجقه وكل يوم في شيء جديد. و22 اليوم مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك هو الذكرى السنويه ل 23، يعني من 23 سنه على قد صارت العجيبه بقى، وكل شهر بنحضر حالنا كانه الحدث عم بيصير عن اول وجديد، وكل شهر عم بيكون مفاجاه لنا بعدد الناس يلي عم يكبر، وهالشيء دليل قديش القديس حي وقديش الأعجوبة بعدها مستمرة من 23 سنة لليوم، وبعدها مفاعيلة مستمرة بنفوس البشر. صحيح صارت مرة واحدة مع الست نهاد الشامي وشفيت، ولكن صدى هالأعجوبة وصدى تدخل شربل بإرادة ربنا أكيد بعده عم يتردد لحديث اليوم بقلوب الناس وبعقولهم، وبعده لحديث اليوم عم يجذب الناس بعداد هيلة تجي على عنايا حتى تصلي وتشكر شربل على حضوره بهالعالم وعلى شغله يلي عم يعمله مع الناس يلي محتاجين لنعمة من عند ربنا. السنة كمان عم نحتفل بخمسين سنة على إعلان القديس شربل طباوي، عم نتذكر هالحدث يلي كان مقدمة للحدث الكبير اللي عاشه لبنان، إعلان قداسة شربل المخلوف الراهب اللبناني الماروني، وكمان السنة الحدث حتى بروما مع غبطة البطرك الراعي بما يخص مرمرون وهامته بفولينيو بروما مطرح ما انحمت هالذخيرة، وكمان مذبح على اسم القديس شربل بالكنيسة الألمانية بإيطاليا. شربل منه بس ملك لبنان، مش بس بالحكي أو بالكلام الجوهري مثل ما بيقولوا، كمان بالفعل. عن حضور شربل بالعالم وبقلب اللبنانيين شو بتقول أبونا؟ شربل حاضر وين ما كان، وأنا بعدني واصل من روما من كم ساعة، وكنت عم شارك بلقاء مع قداسة البابا ضم كل رؤساء المزارات ضمن إطار يوبيل الرحمة. كنا تقريباً حدود 3000 شخص منمثل كل مزارات العالم. الملفت للنظر أنه من 3000 شخص في فوق 2500 واحد سامعين بمارشربل، بيعرفوا مارشربل بكل دول العالم البعيدة والقريبة، وبتتفاجأ أنه دول يمكن ما منتخيل أنه معقول يكونوا سامعين فينا وسامعين بلبنان وسامعين بمارشربل، بس تقول لهم مارشربل دغري بيخبروك وبيقولوا لك قديش عظمة هالقديس. وانطلاقا من اللي قلته كمان، مارشربل بإيطاليا عنده اسم خاص توماتورجو، توماتورجو هو يعني صانع العجائب أو صانع الشفاءات بإيطاليا، بيعيطوله لهالقديس صانع الشفاءات وصانع العجائب، قد ما كمان هناك عم بيعمل اشياء، عم يعمل تدخلات، عم يعطي شفاعات، عم يعطي نعم كمان وين ما كان بالعالم مش بس على صعيد لبنان، ويمكن في كتير بلدان عم تسمع بلبنان اليوم من وراء شربل وعظمة هالقديس اللي عايش كل حياته بالخفاء، يلي عايش كل حياته بالصمت، يلي عايش كل حياته بالسكوت، هو اليوم أكبر مبشر باسم يسوع المسيح في كل العالم. أبونا ريس، سجلاتكم حافلة بالشفاءات، شفاءات تثبتت، شفاءات ما تثبتت، شفاءات الأطباء يعترفوا فيها وشفاءات بعدها مش معروف شو هي، ولكن أنتم بتستقبلوا كل هالأخبار وبتحفظوها عندكم وبتحفظوها بقلبكم وبسجلاتكم. في كتير ناس اتصلنا فيهم من هالسجلات، في ناس كتير رح يحكوا اليوم عن شفاءاتهم، وفي ناس كتير بعدهم ناطرين ليتأكدوا إن كان من شفاءهم الحقيقي الجسدي أو حتى من شفائهم الروحي الحقيقي كمان. قديش عم يشتغل شربل بالجسد وبالنفس؟ كل إنسان بيطلب نعمة،
ما في حدا منا مش بحاجة لتدخل الله بحياته. أوقات بيكون زعلان، أوقات بيكون مقهور بيصرخ يا ربي، وأوقات بيكون موجوع، أوقات بيكون مريض كمان بيصرخ يا ربي. ليش ربنا بيتدخل مع حدا ما بيتدخل مع حدا تاني ما بنعرف، ولكن الأكيد إنه لما ربنا بيتدخل بيكون بده الأفضل لإلنا، ولما ربنا كمان ما بيتدخل بيكون هذا الأفضل لإلنا. مهم إنه الإنسان يسلم ذاته لربنا بكل الحالات ويشكر ربنا على كل شيء بيعطيه. ولكن أنا بقول الأهم من الشفاء الجسدي اللي عم بيصير بشفاعة مار شربل هو الشفاء الروحي. ما فينا نتخيل عدد الناس يلي بيجوا حتى يعترفوا بمار شربل، ما فينا نتخيل عدد الناس يلي بيجوا عندهم مشكلة، عندهم صعوبة، عندهم خلاف مع حدا، بيقعدوا بيركعوا بيبكوا قدام ضريح دي شربل. في كتير ناس لما عم بيروحوا عم تزبط أمورهم، في كتير ناس عم بيتصالحوا مع الأشخاص اللي كانوا مختلفين هن وياهم، في كتير ناس مشاكلهم المادية عم بتروح. يعني مش بس التدخل أو شفاعة شربل عم تكون على صعيد المرض وعلى صعيد الشفاء الجسدي، كمان على صعيد الشفاء الروحي، كمان على صعيد الشفاء الاجتماعي. لما خيو خيو عم بيكونوا مختلفين وعم يجوا يصلوا هون وعم يتصالحوا مع بعضهم، لما رجال وزوجته عم بيكونوا مختلفين كمان عم يتصالحوا أولاد وأهلهم. يعني تدخل شربل بيشمل كل حياتنا البشرية، مش بس على صعيد جسدي ولا صعيد أمراضنا، هو داخل بحياة الإنسان بكل حذافيرها بكل تفاصيلها، بيتدخل بكل الأمور وعم بيساعد كل الناس اللي بتلتجي له. الأكيد أنه مار شربل ما بيرد حدا خيب، يلي بيجي طالب شفاء جسدي لو ما نال نعمة شفاء عم بفل عنده عزة روحي كبير، عم يتقبل مرضه بفرح، عم يتقبل وجعه بتسليم ذات مطلق لإرادة ربنا ولمشيئته. أبونا القديس شربل غير حياة هالدير وغير النظام كله، يعني من آخر الخمسينات دير انفتح على الناس وصار مزار وبيت ومقصد ومن أهم المزارات العالمية اللي بيقصدوه مئات الألاف ليتبارك، ومن هالدير اللي عنده أكيد تاريخه المهم وعنده كمان شربل كرئيس لدير مرمرون عناية. كيف بتعيش هاللحظات مع الناس؟ كيف بتعيش فرح الناس، النعم اللي بيحصلوا عليها من يسوع المسيح بشفاعة شربل؟ قبل ما أكون رئيس دير مرمرون عناية أنا من هالناس، والفرح يلي بعيشوه هالناس أنا كمان بعيشه، وأنا بعتبر نعمة كتير كبيرة بالدرجة الأولى أنه أنا أكون بهيدا الدير عايش، كنت رئيس أو مش رئيس. مجرد أنه واحد يكون عايش بهالدير بحمى مار شربل يلي حاضر هون يلي منحس بحضوره حقيقة بشكل لا يوصف. اللي اشرح لي كيف بتحس انه حاضر بقول لك ما بقدر اشرح لك، ولكن هو شعور داخلي جوا. خصوصا انا على صعيد المسؤوليه اللي مؤتمن عليها بحس بحضوره دائما، بحسه عم يشتغل اكثر مني، بحس انه شغلتي اللي بده اياها تصير بهالدير بتصير، والشغله اللي ما بده اياها تصير ما بتصير. اوقات بيعرقلني باشياء كثير بسيطه وبكون متاكد انه رح تصير وما بتصير، اوقات شغله بحسها كثير بعيده بكون عم بصلي اقول له يا ربنا انه كيف معقوله تحصل هذه الشغله، فجأة ما بعرف كيف كمان بلاقيها اجت. شربل عم يشتغل، واهم شيء اهم شيء هو حضور الناس يلي نحن موجودين بهذا الدير لخدمتهم. السبب الاساسي لحضورنا هون هو خدمة هالناس يلي عم يجوا حتى يطلبوا نعمة او حتى يشكروا على نعمة او حتى يتوبوا يتقربوا من سر الاعتراف او حتى يقدسوا يتقربوا من سر الافخارستية والمناولة. كل الامور يلي متعلقة بالناس هي متعلقة فينا، لأنه نحن سبب حضورنا الأساسي هون هو خدمتهم، وأكيد فرحهم بيأثر علينا وبيعطينا فرح كبير، وبذات الوقت حزنهم ووجعهم كمان بحسسونا قديش علينا مسؤولية أكثر، قديش لازم نصلي لهم أكثر، تربنا يضل معهم بحياتهم ويساعدهم تا يتخطوا هالمحنة يلي هن فيها، إن كان جسديا بشفاعة ربنا بقدرة ربنا بشفاعة مار شربل، وإن كان روحيا اللي احنا قلنا فيها دور كتير كبير كمان نساعدهم تيفهموا شو بده ربنا منهم بحياتهم. شربل اللي وصل لأقاصي الأرض، ومنقول شربل لأنه العلاقة كتير قريبة بيننا وبين شربل وبين كل الناس يعني اللي بيجوا لهون، أو الناس اللي حتى عندهم أي علاقة لو كانوا بأقاصي الأرض مع شربل، ولكن وصوله إلى كل هالكرة الأرضية هو نفسه، هن بيعرفوا شربل بتتصور مثل ما نحن بنعرفه، علاقتهم فيه مثل علاقتنا فيه. أكيد نحن أولاد بلده وأقرب لإله، بس بالحقيقة ما حدا بيعرف كيف وصل شربل على دول العالم، على هالمناطق البعيدة، على مناطق ما فيها ولا لبناني، على مناطق ما فيها ولا ماروني. بعطي مثل ببولونيا مثلا، بلد من أكبر البلدان الكاثوليكية، زرته وعملنا كذا احتفال وسألنا كذا حدا من الكاردينال وصولا للأبقية اللي كانوا داعييننا
كيف شو تاريخية وصول مار شربل على بولونيا وهال التكريم الكبير يلي بتلقاه من كل الناس؟ ما حدا بيعرف كيف تعرفوا على شربل، كيف فات عليهم، ما عندهم جواب، ما حدا بيقول شخص الفلاني او شخص هيداك عرفنا على مار شربل ابدا، كلهم بيقولوا ما بنعرف وصل مار شربل. بس في اكرام غريب عجيب بكل العالم لمار شربل، هو راح لعندهم، هو تدخل يمكن مع حدا معين بطريقه معينه ما حدا بيعرف كيف، لانه بالنهايه ربنا له وصول لوين ما كان، بيقدر يفوت مثل ما بنعرف بالكتاب المقدس والباب مسكره، والقديس يلي بيصير قريب من ربنا كمان بياخذ من قوه ربنا وبياخذ من نعمه ربنا وبيقدر يفوت مطرح ما الابواب مسكره ومطرح ما العقول مسكره ومطرح ما القلوب مسكره، ببطل في حواجز، كل الدنيا بتنفتح قدامه. أبونا السنة الماضية كانت يمكن أول تجربة تلفزيونية تنقل هالنهار المليان فرح المليان نعم. بتذكر كيف ضاقت الطرقات يعني من جبال وصولا على عناية، وكنا عتلانين هم الطقس. اليوم السماء زاحة غيومة، وكنت قايل إنه ما تعطى الهم، يعني أنت عند مار شربل وأكيد ما كنا عتلانين هم. اليوم كيف رح يكفي النهار؟ هلا بعد شوي انا صار لازم امشي تقوم بالمحبسه مشان تنطلق بالمسيره مع كل الاربين المقدس ومع ست نهاد من المحبسه للدير، يلي هيدي المسيره اللي هو طلبها منا من 23 سنه على القد، وقال لها بتطلعي كل شهر وبتعملي مسيره شكر وقديس شكر على النعمه، لانه انت دخلت انا باراده ربنا بحياتك حتى تكوني علامه لكل الناس. وهي حتى ست نهاد هلا بعد شوي كمان رح تلتقوا فيها، وهي بتقول لكم انه هي منا شيء، هي ما لها دور، هي انسانه عاديه، ولكن ربنا اراد انه يتدخل بحياتها حتى تكون علامه تتقول للناس انه ربنا بعده موجود، ربنا بعده عم يشتغل، ربنا بعده عم يتشفع فينا، مهم نحن كمان انه نلاقيه ويكون عندنا ايمان ويكون عندنا نوع من رغبه انه ربنا يتدخل بحياتنا. ومن بعد المسيرة رح يكون في ذبيحة الإلهية، رح يترأسها صاحب السيادة المطران ميشيل عون السامي الاحترام راعي أبرشية جبيل، هو تقليد كمان أنه ذكرى السنوية للأعجوبة بيحتفل بالذبيحة الإلهية مطران الأبرشية. ومن بعد القداس رح تلتقي ست نهاد بالكثير من الشعب والمؤمنين يلي بحبوا أنه يجوا يسلموا عليها، يلي بحبوا أنه يطلبوا منا أنه تصلي لهم حتى ربنا كمان يعطيهم هن نعمة مثل ما أعطاها. ونحن وياكم مكفيين كل نهار وعنية ربنا. أبونا يعني نهار مبارك، مسيرة مباركة، وأكيد قديس مبارك على الجميع. نحن رح نتركك تتوجه إلى المحبسة هلأ، ونحن كمان رح نتابع مع شهادات كتير حلوة أكيد سمعتوها قبلنا، بس نحن رح نشاركها مع المشاهد. ربنا يوفقكم ويكون معكم، إن شاء الله نهاركم بيكون مبارك بشفاعة مار شربل، ومش اليوم بس، ضل معكم كل ايام حياتكم، يعطيكم كل النعم اللي انتم بتطلبوها من ربنا. ابونا شكرا لك ولجمهور الدار على الاستقبال، دائما حلو بنحس حالنا بمطرحنا وببيتنا. مار شربل بيت الكل. اكيد. شكرا لك ابونا، نحن رح ناخذ فاصل قصير وراجعين كاتيا وانا لنتابع هالنهار الطويل مباشره من دير مرمرون. عنا يا خليكم معنا. يا شربل صلي.